هذه المناطق بكل قوة، حيث أكدوا على عزمهم للوقوف جنبا إلى جنب مع قوات الأمن لمكافحة الإرهاب الهمجي والتصدي له. أنا مع الدولة أنا كما يقولوا ساهرين الليل مع النار، ونقولوا باللي نديروا الواجب، لأن الناس اللي تحوس على الجزائريين اليوم كانوا يحوسوا على إخواننا اليوم، فاليوم يحوسوا على الدول اللي هم يموتوا بالجوع، والدول اللي هم دايرين لهم لومبارك وبيقتلوا الشعب بالشر، الناس راهي تموت بالشر، ماشي اليوم يغيظهم العيبات في الرئيس ولا في سيدي حماد. سكان هذه المناطق أصبحوا اليوم أكثر مما مضى مستعدين لتغيير وجه أحد. إلى حديقة التسلية ببن عكنون توجهت الطفلتان كلثوم وحورية لتستمتع سويا بهذه الألعاب. قافلة من الأطفال رفقة أوليائهم، وفي ثاني يوم من عيد الفطر كانت قبلتهم وكالعادة هذه الحديقة. مولف مولف جيل هنا ال غير كي تكون مناسبة الأعياد. مناسبة. جبت أنا الدراري تاعكم. اللهم جيتي وحدك اليوم. مع الدراري خويا. اليوم اليوم. غير في العيد اللي. العيد. العيد. داري قالوا لي هذا خويا. الحديقة جاتهم معي. جيت مع يما. وخاتك وانت وتعمدي اخويا جيت مع اصحابي يا اخويا انا جيت مع اصحابك جينا نضربوا تحويثه جيت وحدي. حركة غير عادية في مثل هذا اليوم المبارك ترجمها من توافد الى هنا. كل يوم كل صباح قبل ما نبداو بالغاشين لازم نراقبهم كاع، لازم نشوفوا كاع واش خصهم ما خصهم. ويبقى العيد عيدا للاطفال والكبار ايضا، ولكن لا يمكن تذوق نكهته بعيدا عن حيوية هؤلاء الاطفال.